ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معكم عبد اللطيف سعيد. الفيديو ده النهارده ان شاء الله هيكون تكمله للفيديو اللي فات، وهو ان احنا شرحنا ازاي ان انت تقدر تعدل على صورك باستخدام برنامج اللايت روم. في الفيديو ده النهارده ان شاء الله هتكلم ان انت ازاي تقدر تعدل على صورك باستخدام برنامج الفوتوشوب. وطبعا برنامج الفوتوشوب بالنسبه لي هو من اكبر واحسن البرامج اللي انا بستخدمها في تخصيص الصور وتعديل الصور. انا عارف ان برنامج اللايت روم هو برنامج يعتبر الافضل واللي معظم الفوتوغرافر بيستخدمه لتعديل الصور، بس انا بعتبر برنامج فوتوشوب ان فيه خصائص افضل واكبر واضخم من برنامج اللايت روم، فعشان كده حبيت ان انا اشرحه في فيديو تاني لوحده. ولو انت اول مره تشوف قناتي فغالبا انت اساسا مش فاهم انا بتكلم على ايه. فبص يا سيدي، القناه دي انا بقدم فيها كورس في الوقت الحالي. الكورس اللي انا بقدمه ده ان انت ازاي تقدر تبيع صورك وفيديوهاتك على الانترنت وتحقق مبالغ شهريه كل شهر. فلو انت اول مره تشوف قناتي وعجبتك الفكره دي، يعني ان انت تبيع صورك وفيديوهاتك، فماشي، ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس. وطبعا الناس اللي هم بيتابعوني من زمان يعني وعارفين، مش عايز افكركم بالشير واللايك والكومنت. طبعا يعني الشير واللايك والكومنت. وعشان ما اطولش في المقدمه نروح للشرح، وزي ما قلت لكم هيكون عن برنامج الفوتوشوب. يلا بينا. تمام، نتجه للخطوه الثانيه دلوقتي، وان احنا نعدل على الصوره. طبعا في حاجه عايز اقول لكم عليها عشان انا حابب ان انا ما اطولش في الفيديو واكون سريع معاكم. طبعا في قبل كده قلت لكم ان في نوعين من الصور، نوع جي بي جي ونوع راو. النوع جي بي جي اللي احنا بنستخدمه ونصوره عادي بالكاميرا، ده النوع اللي هو العادي. انما في نوع تاني من الصور اسمه راو او صوره خام. الصوره الخام دي بتطلع اللي هو يعني بيبقى الداتا بتاعتها كبيره جدا لدرجه ان انت تقدر تتحكم في اقل شيء، تمام، على اي برنامج، اذا كان برنامج اللايت روم او برنامج الفوتوشوب. فدي انا افضلها نوعا ما، او اي مصور فوتوغرافر يفضلها. فلو انت بتستخدم برنامج او مثلا انت بتستخدم كاميرا دي اس ال ار، فانصحك دايما ان انت تصور راو. وعشان تفهم اكتر الفرق ما بين الاثنين دول هسيب لك انا عندك البطاقه اللي فوق ان شاء الله، هتظهر فوق في الوصف او هتظهر فوق في البطاقه يعني، وبرضه هسيب لك لينك التاب بتاعها برضه تاني في الوصف، يعني شوف اللي يريحك واتجه ليه. نيجي دلوقتي بقى ان احنا نحط الصوره على برنامج الفوتوشوب. ده الواجهه الافتراضيه العاديه جدا لبرنامج الفوتوشوب. هنيجي هنا نروح جايين ساحبين الصوره بالشكل ده، ودي صوره راو، تمام، دي صوره راو. طبعا دي صوره مصورها قبل ما انا اسجل الفيديو اساسا، فقلت ان كده اصور نفس الصوره لصور مصغره، يعني هتلاقي عندك على صور مصغره دي. طبعا هيكون عندك بالمنظر ده. دي الواجهه او الاداه اللي ظهرت فجاه دي ساعه ما انا جيت حطيت الصوره. دي اداه اسمها كاميرا راو، بتظهر فقط ساعه ما انت تيجي تسحب صوره عندك على الفوتوشوب. يعني هي صوره راو فقط، انما صوره عاديه ما بتظهرش، اللي هي صوره جي بي جي او بينج ما بتظهرش، انما فقط صوره الراو بتظهر الاداه اوتوماتيك، تمام. فهيظهر عندك كالاتي. هنا عندي بيقول لي اول حاجه نوع الكاميرا. انا عندي كاميرا كانون 77 دي. عندي هنا بيقول لي الفتحة F5 وسرعة الغلق 1/20، الايزو 800 والعدسة اللي انا بستخدمها 18-55، التقارب او الزوم 43 او 34 ملم، تمام. هيكون عندي بقى بالشكل ده في حاجات كتير جدا، فانت تتابع معايا واحدة واحدة عشان ان شاء الله اقدر ان انا افيدك. عندك اول حاجة البيزك. البيزك دي انت عندك نوعين، كولر وبلاك اند وايت. الكولر ده انت تقدر هنا تختار الصورة العادية اللي هي باللون او بالالوان بتاعتها. لو انت حابب صورة تخليها ابيض واسود فتروح عندك جاي مختار بلاك اند وايت، وتقدر ان انت هنا تتحكم بقى برضه في تحكم الصوره وتقللها زي ما انت حابب. رجعنا تاني، معلش جالي تليفون. احنا كنا فين؟ تمام. زي ما انتم شايفين ان انا قلت لكم ان في البيزك في نوعين اللي هو بلاك اند وايت اند كولر، تقدر تختار اللي انت عايزه. لو انت عايز مثلا تخلي الصوره ابيض واسود او تخلي الصوره الوان. طبعا بقى تيجي عندك على اللي هو الاعدادات اللي هو الادوب كولر او الحاجات دي كلها ما تلعبش فيها، برده الايز سوفت برده ما تلعبش فيها. فقط عندك هنا في حاجه اللي هي دي مثلا كمثال، اللي هو بيقول لك تخلي الصوره حاره او صوره بارده، تمام. يعني اللي هو مثلا لو احنا جينا بالشكل ده كده اهو، هتلاقي عندك ان الصوره بتزيد حراره شويه، تحس ان هو مثلا زي كده دخلنا على مصر شويه شويه، ندخل على المكسيك، تمام، شويه شويه كده ندخل بقى يعني كوكب عطارد كده. يعني هتحس ان انت ايه، كل الصوره كل مدى بتزيد حراره، فاهمني، بالمنظر ده. على العكس تماما لو احنا كده يعني رجعنا شويه، الصوره هتزيد بروده بالشكل ده كده اهو. فطبعا انت تشوف الانسب ليك ايه. هو ده نوعا ما بيستخدم في توازن اللون الابيض، بس انت تقدر تستخدمه في ان انت تضيف افكت على الصوره ذات نفسها زي ما انا شرحت قبل كده في اللايت روم. فانت تقدر مثلا، يعني انا شايف ان اللون الازرق او الانطباع الازرق بالشكل ده معاه هيكون هيدي الصوره شكل يعني جميل. عندك بقى التنت اللي تحت برضه انت بتوازن اللون الاخضر والاحمر اللي هو مثلا ما بين اللي هو بعض الانواع. مثلا انت بتصور في خضره تقدر ان انت مثلا تعلي شويه الاخضر على اساس ان هو يبان
الاوراق بتاعت شجر يعني. ده برضو انت تقدر يعني انت تقدر توازن ما بين اللون الاحمر واللون الاخضر بالمنظر ده. فعموما انت تختار وتشوف اللي انت عايزه ايه. انا عن نفسي لو انا جيت دوست افكت او مثلا حطيت افكت اللون الاحمر مع الازرق هيعمل انطباع ظريف كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. يعني انا شايف لو انا مثلا جيت عليت بالشكل ده هيعمل انطباع ظريف شويه بالمنظر ده. تمام. عندك بقى هنا تقدر ان انت لو جيت انت مش عارف ان انت ازاي تقدر توزن اللون هتروح جاي دايس على اوتو وشكرا على كده انت ظبطت كل حاجه. بس انا ما بحبهاش فدايما برجع ان انا اعمل كل شيء مانوال. لو احنا جينا هندي على اللي هو الخيار الاول ده واعذروني مش قادر انطق اسمه لاني مش مدرس انجليزي. لو انت جيت عليه هتقدر تعلي اللون او مش اللون هتقدر تعلي الاضاءه اسف معلش بالمنظر ده. يعني مثلا عندك الصوره غامقه قوي فانت عايز تعليها او تعلي الاضاءه هيكون بالمنظر ده. بس طبعا ما تجيش على اخر كده ويكون بالمنظر لا تعلي مثلا بشكل معقول. تمام نخليه مثلا بالشكل ده كده. بعد كده نروح جايين عندي على اللي هو الخيار الثاني اللي هو تقريبا اللون الاسود. تقدر ان انت مثلا يعني تخلي اللون جاي على انطباع سينمائي بس طبعا ده مش هيفيدك في الصور فقط في الفيديو. او تزيد اللون اللي هو الخاص باللون الاسود. تمام ده برضو بيدي افكتس جميل جدا زي ما انت شايف. فزودنا اللون الاسود شويه. ده بقى اللي هو الخاص بالاضاءه بشكل عام اللي هو بتبقى في الخلفيه او اللي هو اللون الابيض. بس هو اضاءه اللون الابيض مش اللون الابيض نفسه. ففي نوعين يعني اللون الابيض او اضاءه اللون الابيض. حتى لو انت جيت كده مثلا ورا مثلا دماغي هتلاقي عندك اللون الابيض زاد. لو انا جيت مثلا قللت هتلاقي عندك اللون الابيض قل. فنوعا ما انت تقدر تضيف الايفكت اللي انت عايزه لو شايف اللي انت شايفه مناسب. بس انا عموما بحب ان انا اقلل اللون الابيض عشان ابين التفاصيل. الشادوز نفس الموضوع اللي هو الظل تقدر ان انت تعلي مثلا الشادوز عشان تبين باقي التفاصيل او تقلله. فده شيء يرجع لك طبعا كل ده على حسب ذوقك انت الشخصي. الوايتس نفس الموضوع لو انا مثلا عايز اقلل اللون الابيض البلاك ازوده. تمام يعني طبعا ده شيء في النهايه يرجع لك. في النهايه برضو بقول ده شيء يرجع لك. انا بستخدم الشيء اللي انا شايفه مناسب وعيني مرتاحه له. عندك بقى ده بقى يعني في حاجه هنا مهمه عايز اقول لك عليها وهو باختصار شديد. لو انا جيت عندي في الخيار ده لو انا جيت رفعته هلاقي عندي ان الصوره زادت الحده بتاعتها بالمنظر ده وزادت التفاصيل. يعني باين عندي بالمنظر ده اللي انت شايفه وزاد الحده البشره بقت شكلها وحشه جدا. وعلى العكس تماما لو احنا قللناه هيبقى عندك الصوره سوفت قوي كانك انت رايح عند استوديو تصوير ب 15 جنيه ده تقريبا ما بعرفش يستخدم اي برامج التعديل ويبوظ لك الصوره. افضل حاجه لو انت مش عارف ان انت ازاي تستخدمه خليه زيرو وشكرا ما تلعبش فيه. الزيرو هو يفضل احسن خيار او تعليله سنه مثلا عشان تبان التفاصيل. بس انا انصحك ان انت تخليه زيرو او سلب واحد لو الصوره مثلا تحس انها قويه جدا تقلل مثلا الديتيلز اللي فيها. ونيجي بقى على الحاجه اللي هتعمل اختلاف شويه معاك في التعديل على الصوره وهو ان انت تعلي الالوان وتتحكم في اللون بشكل عام. لو احنا جينا هنا وعليناه او جينا هنا عندك اول واحده دي وعليناها هتلاقي عندك اللون زاد زي ما انت شايف. هتلاقي عندك اللون زاد شايف انت نقلله بس سنه كمان هتلاقي عندك هنا لو انت جيت تتحكم هتلاقي عندك اللون زاد 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 زاد. على العكس لو انت جيت تحت هتلاقي عندك اللون بيقل مثلا او انت مثلا تقدر ان انت تعلي الاضاءه اللي في الخلفيه. هنا اخلي مثلا الايه في اضاءه او في الوان عاليه بس الاضاءه منخفضه او مثلا اللي هو الايه الوان عاليه بس باهته في نفس الوقت. دي حاجه الناس اللي هم بيلعبوا في الالوان قوي يفهموها. فانت هنا تقدر تظبط الصوره على حسب ما انت حابب. بعد كده بقى نروح جايين على الحاجه الثانيه واللي هو الاداه اللي انت بتدوس عليها كنترول ام دي تقريبا نسيت اسمها يا ناس. هنا بقى تقدر ان انت تظبط شويه في اللي هو الهانج لايت برده نفس الموضوع. تقدر انت مثلا تقلل الاضاءه شويه. بعد كده نروح جايين عندي على اللايتس نفسه نروح جايين مثلا نحبين نعلين قلل نقلله على حسب ما انت شايفه مناسب. بعد كده نروح جايين على الدرج على تقريبا انا مش محتاج ان انا اعدل حاجه. انا تقدر اتحكم في الشادو. انا عن نفسي اخلي الشادو زيرو مش عايز العب في الشادو لان الشادو مظبوط قوي بيرفكت الشادو بالنسبه لي. هنا بقى في حاجه جميله جدا هو الخيار الثالث ده. انت عندك هنا نويز صح. لو احنا جينا مثلا افترضنا ان انت عندك هنا لو جيت لاحظت لو انت مثلا جيت لاحظت هنا عندك هتلاقي ان في نويز في الصوره. انت عايز تقلل النويز دي. لو انت جيت رفعت هتلاقي النويز زادت. لو انت جيت قللت هتلاقي النويز قلت. هو في نويز نوعا ما لو انت جيت مثلا خليته على 40 زي ما كان. بس لو احنا جينا قللناه هتلاقي عنده قل خف حاجات بسيطه. عندك بقى حاجات تانية اخرى تحت دي ما انصحك ان انت ما تلعبش فيها. تخليها كله زي ما هو فقط اول واحده وشكرا على كده نروح للي بعديه. هنا بقى يا سيدي دي حاجه يفضلها الناس اللي هم بيرفعوا الصور على المواقع اللي بيع الصور. دي بقى انت بتقدر تلعب في الالوان على طول بدون اي مقدمات. كمثال عندك هنا الهاي وعندك هنا اللي هو خيارين تانيين. طب ايه خيار كل واحد فيهم ده؟ ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ كمثال لو احنا جينا افترضنا اللون هنا عندي جاي على اللون الازرق. لو انا جيت مثلا بالشكل ده انا عندي هنا الصوره جايه على اللون الازرق شويه او مايل للون الازرق. لو انا جيت هنا اخترت البلوز وجيت رفعته بص الصوره هتعمل عندي ازاي؟
فاهمني؟ بقدر اتحكم في اللون الازرق، اقول له انا عايزه ازرق لحد يعني لحد اللي هو يطبع على اللون التاني، اشيله خالص واخلي اللون الاخر هو اللي يتحكم عندي. يعني ده نوعا ما محتاج واحد يظبطها بشكل صح قوي. تاني حاجة بقى عندك الخيار التاني، لو انت حابب تعلي اللون او تخفيه خالص، بمعنى انا عندي هنا اللون ده اللي هو اللون البنفسجي ده كمثال، او اللون الفوشيا ده او البنفسجي ده اللي هو اللون ده عموما بشكل عام اللي هو مايل على احمر ده، انا اقدر ان انا اعليه قوي او اخفيه خالص. زي ما انت شايف انا هنا عندي لو انا جيت على زيرو بالمنظر ده اقدر ان انا اعليه اكتر بس هيبقى شكل وحش، اقدر ان انا اخفيه خالص ما اخليش اساسا فيه لون اساسا، اخليه ابيض واسود بالشكل ده. يعني مثلا لو انا لابس قميص اقدر اخلي القميص ده ابيض واسود. فهي دي برده نقطه اخرى، دي بقى بتقدر تتحكم في قوه وغمقان اللون نفسه اللي هو الخيارات اللي بعديه ده على طول. مثلا انت عندك البلو تقدر ان انت تعليه قوي لحد ما مثلا يكون عندك بالسواد ده، لا طبعا وحش جدا. طب هنرجع لزيرو ونخلي مثلا عندك اللي هو الازرق ده يبقى ابيض شويه، لا برضو وحش، فيبقى نخليه تعادل او مثلا نخليه وسط ما بين الاثنين. وطبعا ده في النهايه برضو قلت يرجع لك وعلى حسب الصوره اللي انت بتستخدمها. نيجي بقى بعد كده يا سيدي للي هو النقطه دي اللي هو الخيار الثالث ده اللي هو اللي اسمه سبليت. بص يا سيدي، ده حاجه برضو جميله في تعديل الالوان، بس ميزتها انها تعمل ايه؟ لو انت جيت مثلا هنا كمثال على اللون الاخضر وجيت رفعته، بص هيعمل ازاي، المحيط نفسه هيتحول للون الازرق، تحس ان الصوره ذات نفسها تحولت للون اللبني، هنا تحس ان الصوره ذات نفسها تحولت للون الاصفر. ليه؟ هو الصوره دي او البتاع ده بيقدر يغير لك المحيط نفسه بتاع الصوره. لو احنا جينا هنا للشادو، الشادو برضو نفس الموضوع. لو انت جيت هنا مثلا عندك الشادو اللي هو الظل، لو انا جيت مثلا هنا عندي وجيت مثلا على اللون الاصفر كمثال وجيت عليه، الصوره مالت شويه اللون الاصفر. لو انا جيت مثلا عندي بص اللون بيتغير ازاي، انا شايف ان ده مناسب تمام. بص الصوره بقت عندي عامله ازاي بالمنظر ده. طبعا اقدر بقى ان انا اعلي واوطي ده، او مثلا اعلي اللون واوطي ده شيء يرجع لي، بس طبعا اللون كل ما بيبقى زايد كل ما بيموت الصوره. لا نخليه مثلا حاجه ايه قليله شويه. عندي بقى هنا حاجه اخيره واللي هو العدسه. لو احنا جينا عندي على الميزه دي اللي هي اللينس، واللينس طبعا هنا عندي انا على نفسي بصور بعدسه 18-55. العدسه دي نوعا ما يعني زي ما تقول كده عامله زي عين سمكه شويه، فلو احنا جينا هنا اهو هيظبط لي الصوره. يعني مثلا عندي الصوره جايه هنا عامله زي عين سمكه، لو انت جيت حددت لي الصوره دلوقتي ظبطها لي زي ما انت شايف. فانت تقدر بقى تفعلها او ما تفعلهاش شيء يرجع لك. فبس مفيش اي حاجه تاني، بعد ما تخلص خالص بقى تروح جاي داس على اوبن ايمج عشان تحفظ الصوره. ادي الصوره تمام زي ما انت شايف. عايزين بقى نحفظ الصوره، راح جايين فايل وبعد كده نروح جايين مثلا سيف از مثلا او سيف از، وراح جايين مثلا هنا عندي على الديسكتوب ومختار مختارين نخليها مثلا ايمج 1 مثلا صوره 1 مثلا كمثال، نحفظها بي اس دي تمام لو انت حابب. ونروح جايين برضو دايسين على فايل وبعد كده سيف از، نروح جايين مختارين الجي بي جي ونخليها مثلا صوره 2 او مثلا صوره 1 برضه نفس الموضوع لان انا حفظت الاول بي اس دي، ونعلي الكواليتي هنا اهو بعد كده ندوس اوك. الصوره بتاعتك اتحفظت، عايزين نرجع لها ونشوفها على الكمبيوتر. نيجي هنا اهو ادي الصوره يا جدعان، صوره تعتبر مختلفه تماما عن الصوره القديمه والاصليه تمام. يعني صوره مختلفه تماما عن الصوره القديمه والاصليه، واكيد انتوا شفتوا او انا هسيب لكم دلوقتي صوره كمعاينه ما بين الفرق ما بين الاثنين اللي هي الصوره القديمه والصوره الجديده هيكون شكلها عامل ازاي. فبس خلاص، اتمنى ان انا ما كنتش طولت في الفيديو وانتهى الفيديو على كده. ما تنساش بقى ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس، وهكون سعيد جدا باشتراكك. وانتهى الموضوع يا ساده، ان شاء الله في الفيديو الجاي هيكون موضوع عن ان احنا ازاي نقدر ان احنا نحط فيديو على الموقع اللي انا بشرحه، وانا اتمنى ان انت ترجع للكورس وتشوفه بالكامل. انتهى فيديو النهارده، اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو.